الكرام إلى هذا الموعد الإخباري المحلي. إذن عرف سعر مادة السكر هذه الأيام خاصة بولاية طمان راست ارتفاعا محسوسا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 150 دينار جزائري، ما أثار استياء المواطن. التقرير لعبد الرزاق حجي ووردة أقشيش. في سابقة هي الأولى من نوعها تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من السكر 150 دينار جزائري ببلدية عين قزام ولاية طمان راست، أمر أثار استياء وتذمر السكان فيما طالبوا بتدخل عاجل لفك الأزمة. السكر أغلى في الشهر هذا، لحقتها 15000، ولازم مراقبة في الحدود نتاعنا، لازم تكون مراقبه. عندي المشكل تاع السكر على اغلاف عين قزام، ترانسبور من هنا لعين قزام باش يلحق السكر لازم يلحق بالدوبل، على خاطر هنا الطريق مكسره. الحفار اللي يروح هنا هاز 20 قنطار تاع السكر كي يلحق لعين قزام، مروح ربع رواد سته، ولا مروح نيتبو، ولا مروح. من جهته رئيس حماية المستهلك أوضح أن التجار بدورهم ينتهزون استهلاك المجتمع الصحراوي لهذه المادة من أجل الزيادة في سعرها رغم دعم الدولة لها. نطلب من السلطات المكلفة بهذه القضية تشوف لنا المشكلة، لخاطر السكر المادة اللي تستعمل في عين قزام دائما، فلاتايات الناس تاع عين قزام دائما يشربوا فلاتاي، كثروا فلاتاي والبدو الروح، ماذا بينا المشكلة أنت السكر يهبط. ديجا هذه المادة في السلعة المقننة مدعمة من طرف الدولة. الدولة دار المجهودات نتاعها، دعمت المواد الأساسية، هذه المواد الغذائية دعمتهم للتجار باش ما يرتفع الأسعار نتاعهم، باش ما يرتفعش، سهلت لهم، خلصت لهم ترانسبور، خلصت لهم كلش باش السعر. كاينين بعض التجار اللي انتهزوا الفرصة هذه ولحقوها إلى 15000. بعيدا عن الرحمة ينتهز التجار أدنى فرصة لاستنزاف جيوب المواطن الذي يعتبر أكبر ضحية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية. مدينة مستغانم في وضعية هشة بالنظر لتواجدها منذ الحقبة الاستعمارية، والتي لم تحظى بأي عناية أو صيانة من قبل السلطات المحلية، والأمر الذي جعلها تمثل خطرا مستمرا على المرة. المزيد مع أنيس بن حالة. هي في الحقيقة تحفة، ولكن هناك إهمال من طرف السلطات في مجال إعادة الترميم وتهيئة هذه العمارات، خاصة أن هذه العمارات راهم في وسط مدينة مستغنم، وهذا الأمر يشكل خطر على المواطنين، خطر على السيارات، خطر وقوى عدة حالات. لي باتيمو هادو تاع الأحياء راهم يطيحوا كل خطرة. أي ماذا بينا بالسلطات تاخذ العين الاعتبار. أي يشوفوا لنا الحل تاعها. كل خطرة راهم يصيروا هنا أحداث. هادو الباكونات عم يطيحوا باسكو راهم قدم بزاف، اسبرونس راهم هنا صغيرة، هادو راهم هابلين، ماشي غير هادو، راهم في حومات كاع. حنا نقولوا يجيو يسقموا وينقوا. السيد والي ولاية مستغانم والذي هو مشكور على ذلك أعطى تعليمات صارمة بالتنسيق مع بلدية مستغانم وكذلك بمديرية الترقية والتسهيل العقاري حتى نغير من وجه هذه المدينة، على الأقل الترميم، على الأقل كذلك ذهن العمارات، وخاصة يعني في وسط المدينة. إلى شأني الفلاحي، تزخر ولاية سيدي بلعباس بثروات فلاحية متنوعة وكبيرة، مما سمح بتطوير النشاط الفلاحي بالمنطقة كشعبة تربية الأبقار. الشاب بن عتو مستثمر فلاحي عاشق تربية الأبقار. المزيد في سياق تقرير سارة لاليمي وشاهينة زيزوي. بن عتو شاب من ولاية سيدي بلعباس، بفضل عزيمته وطموحه استطاع أن يرفع التحدي ويبرهن عن جدية عمله. فرغم العراقيل والصعاب التي واجهته في إنشاء مستثمرته، إلا أنه تمكن من تطوير نشاطه الفلاحي عبر تربية الأبقار. احنا درنا بروجي هنايا تاع تدعيم تاع البقر الحلو سلالة أينشتاين، ورانا ناجحين في البروجي. عندنا 30 بقرة زايلة وعندنا 150 ناعج، وهذه المزرعة رانا ناجحين، رانا الحمد لله ما لقينا المشاكل شوية، صح ما عليش رانا ناجحين في الأخرى، علاش نعاونوا في الاقتصاد الوطني. تربية وتحسين وتطوير سلالة الأبقار هو ما راهن وحافظ عليه الشاب بن عتو، فمستثمرته الفلاحية النموذجية تحتوي على أكثر من 30 بقرة حلوب، إذ يوفر كل ما تحتاج إليه من أعلاف، إضافة إلى تخصيص طبيب بيطري من أجل ضمان حليب طازج.
خدموا معنا شباب وانتاج الحليب، راهم ينتجوا الحليب، رانا نلحقوا حتى 120 قنطار في الشهر، وفي الربيع نلحقوا حتى 150 ب 60 قنطار في الشهر، رانا ندفعوا لوزين ورانا الحمد لله رانا ناجحين. راني هنا مع خويا بن عتوكا ندير له سويفي ديال الفاش تاعه، تو فا بيان والحمد لله، شغل عندها اشاك فوا ان سويفي ريغولي تريتمون لي فاكسان، مام هو الحمد لله زعما كومبريهونسيف ويعرف خدمته، ومومو تاع لي تريتمون يتبع لي فاكسان ما شاء الله. بنعتو من الشباب الذين تمكنوا من كسر كل الحواجز والصعوبات وكافحوا لأجل إنشاء استثمارات من لا شيء لأجل مواجهة شبح البطالة والتحول من طالب عمل إلى صاحب استثمار. إلى شأنية التنموي، تذمر واستياء كبيرين انتاب سكان بلدية المشرية بسبب إهمال وعدم إتمام المشاريع التنموية على مستوى البلدية من طرف السلطات المحلية في الأجال المحددة. المزيد مع مصطفى دحاب. راهم ديرون جينا بالتراب، كلاتنا الغبرة، الأولاد قبضتهم اللازم، الناموس، الرائحة كارهة، نتيجة الغياب المراقبة. وعلى هذا أنا أون بيرسون شت أصحاب سيتي اللي يديروا السويفي داروا له الميترين تاعه، أسكو هذا راه مكمل ويديروا له الميترين تاعه؟ أنا راني من رمضان نتبع فيه كل يوم يقول لي غدوة يجي الكاميون ينقي، غدوة يجي الكاميون ينقي، الوين تاعه؟ وين تاع رانا ماشيين حنا لهذا؟ الطريق مقطوعة، والفايضات تاع الماء اللي جات كبت عندنا. احنا نطلبوا من السلطات تتدخل في هذه الامور، اللي هي مشروع مازال ما كملش يكملوه ويلاهم كامل وسينين عليه باللي كامل، ثاني يجيبوا سيدي راه كامل وخلونا نردموا روحنا. زهير من ولايه بجايه حرفي في النحت على الخشب، مزج بين حب الحرفه واتقانها، واستطاع ان يتفنن ويبدع في حرفه تحتاج الى دقه وتركيز كبيرين، لكن مشكلة التسويق اصبح يهدد الحرفه. المزيد في سياق تقرير صبرين عرقوب ونجمه بوكرش. بين هذه التحف الجميله ينقلنا زهير في عالم الابداع والجمال، حيث يستغل هذه المادة العادية التي تتمثل في الخشب ويحولها إلى تحف قمة في الجمال بأشكال مختلفة. كمي كومونسي اسمي تحف ساكي ليكول 2000 2001، خدم على لي زوبجي على لي زونفون، خدم على لي شومبرا كلشي، خدم على لي صالون، خدم على الديكور، خدم على راكي راه الستاجور راه راكي لي بوزار المواهب من عند ربي سبحان الله. قسم الذكرى كي تديسيني خدمه سيلموس بدا سيلموس بدا لاسكيبتور. حبه لهذه الحرفه ورغبته الجامحه في مواصله المسار يقابله عراقيل تحول دون هذا الهدف، وذلك بسبب غياب مساحه العرض من اجل تسويق وبيع تحفه والاستفاده منها. لي بروبليمين تما كار تما كاريت كي البوان ولاش البول على ذاك الجزائر، البول على ديك التمر والجزائر. فوالا باسكو لا البواريج كاين البواريج شويه ولاش لا كاليتي اللي عليه سيكس اون بلوس ميم تما شغل لي كليون تما ميم ديموندي الحاجات تما شغل تخدم تاع البوال عليه كوني ماشي دا بروبليم ولا شنو البروبليم تما شغل وانت فرا البوال عليه اون بلوس غالي غالي شويه ساعة بروبليم الماتيريال تحتاج الماتيريال وانت فرا هذاك. زهير حرفي يقضي معظم وقته بين هذه التحف الجميله، فهو يعتبر هذه التحف جزء منه لارتباطه الكبير بها وكذا الروح الذي يبدع بها. ختام الموعد المحلي، شكرا على